إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنحاول أن نغلق هذه المجالس لكي نستفتح إن شاء الله يعني دروسا جديدة متعلقة بالقرآن. ما أذكره لكم إلا باب إن شاء الله. وهذه كلمة هذه الليلة نحاول بإذن الله عز وجل أن نسلط الضوء على موضوع مهم، وهو علاقتنا بالقرآن. إن هذه المجالس بحمد لله التي ربما ما أذكر هي 23 مجلسا، كلها كلام لا يشبهه كلام. اليوم نسأل سؤالا، هذا القرآن الذي هو كلام الله عز وجل وهو ميراث نبينا صلى الله عليه وسلم، تركه بين أيدينا، خلفه لنا، نقله لنا العلماء، ونقلته الأمة جيلا بعد جيل، وهذا من صفات القرآن، وهو أنه نقل بالتواتر. طيب الآن كل واحد، كل مسلم يسأل نفسه، ما علاقته بهذا القرآن؟ يعني هذا القرآن ذكرنا احنا في المجالس، هذا القرآن فيه أوصاف جليلة، هو الذكر، هو البصيرة، هو الموعظة، هو الهدى، هو الشفاء، هو البيان، هو التبيان، كل هذه الأوصاف الجليلة من أجل ماذا؟ من أجل أن نجعله إمامنا، ومن أجل أن نجعله سبيلنا. لكن مع الأسف إذا عرضنا أنفسنا على القرآن الأمر مفزع، والله جل وعلا في هذا الكتاب العظيم وفي هذا الكلام العظيم يبين لنا ويرشدنا ويحثنا ويعظنا على أن نستمسك بهذا الكتاب، وأن يكون هذا الكتاب هو برنامج الإنسان، هو منهج الإنسان، بل ينبغي أن يكون ديدن الإنسان، أن يكون شغله الشاغل الذي يشغله بالليل والنهار، لأن هذا الكتاب أي شيء تريده هو فيه. ولهذا من الأوصاف الجليلة العظيمة التي ما تطرقنا إليها أن الله عز وجل وصف هذا القرآن بأنه قول ثقيل. إنا سنلقي إليك قولا ثقيلا. ثقل القرآن ليس بوزنه المادي، لا، لكنه قول ثقيل بمعنى أنه كلام عظيم. إذا أردت أن تعرف هذا الثقل فتأمل في هذا القرآن،
تأمل في أحكامه كلها، أحكام العقائد، أحكام المعاملات، أحكام العبادات، أحكام الأخلاق، الأحكام الكونية، الأحكام الشرعية، تجد أن كل حكم لا تنوء بحمله الجبال. ولهذا الله جل وعلا قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا الكلام لثقله بركاته لا تنتهي، وهذا مر بيانه. كلمة من القرآن وآية من القرآن هي خير من الدنيا وما فيها. أخبار القرآن كلها صدق. قلنا أحكام القرآن، أخبار القرآن، كلمات القرآن، معاني القرآن، هذه المعاني التي لا يمكن أن تحصى أبداً. ولا زال الناس كما مر ذكره، لا زال الناس من الزمان الأول وهم ينهلون من معين هذا القرآن، وما استطاع أحد أن يحيط بمعانيه. إذن الله جل وعلا لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذا القول الثقيل إذا تحمله العبد، تحمل أمانته، صار ثقيلا كذلك، صار ذا رفعة، صار من أهل الله عز وجل. إن لله أهلين من الناس، صار من أهل الرفعة، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صار من أهل العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كلامه كله حكم، يصير الإنسان كلامه ثقيل. لما؟ لأنه مستنبط من القرآن. إذن العبد المسلم الذي يؤمن بالله وبكتابه وبرسوله لابد أن يستشعر وهو يقرأ هذا الكلام، أن يستشعر ثقله، زيادة على كامل الأوصاف التي ذكر الله جل وعلا. طيب، ثانيا، إذا كان هذا الكنز العظيم الذي لا مثيل له، وهذا العز وهذا الشرف وهذا الذكر، هذا لا ينبغي أن تفرط فيه، لا ينبغي أن تهجره، لا ينبغي أن تلقيه وراء ظهرك وأن تنام عنه وأن لا تفتحه إلا في المناسبات. لهذا سلفنا رفعهم الله عز وجل بما؟ لأنهم استمسكوا بهذا القرآن. هذا القرآن لم يكن يغيب عنهم في حياتهم، يعني حياتهم في نومهم ويقظتهم، في بيعهم وشرائهم، في زواجهم وطلاقهم، في سلمهم وحربهم، في كل أحوالهم هذا القرآن لا يغيب، لأن أي شيء يريده يجد هذا القرآن قد نص عليه ودل عليه. والإنسان لا يمكن أن يضل إذا استمسك بهذا القرآن. هجران القرآن دليل على الشقاء، دليل على التعاسة. هذا القرآن تقرأه في صلاتك، هذا القرآن تقرأه في أذكارك وأدعيتك اليومية، هذا القرآن تجعله ورداً ليومك وليلك، هذا القرآن تجعله في دعوتك وبيانك. الآن إذا أردت أن تدعو الناس إلى الله جل وعلا بما تدعوهم؟ تدعوهم بالقصص وبالخرافات وبالأكاذيب؟ باش بغيتي تدعوهم؟ تدعوهم بكلام الله، ثم تضيف إليه دائما هذه المسألة لا يمكن أن تغيب عن عين أحد، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها المبين للقرآن. لكن هذا القرآن ينبغي أن يكون. إن هذا الأمر الثاني هو عدم هجره وعدم الاهتمام به. إن هذا القرآن دائما ينبغي أن يكون مفتوحا. وطبيعة الحال كما ذكرنا مرارا وتكرارا، الناس في زماننا وحتى قبل زماننا اتخذوا سبلا وطرقا
ظنا منهم أنهم ينتفعون بهذا القرآن وهم في معزل. النساء كيوضعوا المصحف في الصك، الناس كيوضعوا المصحف في صندوق، الناس يضعون المصحف في مقدمة السيارة، الناس يضعون المصحف تحت الوسادة، الناس يعلقون الآيات على الجدران. هذا ليس اهتماما بالقرآن، وهذا هجر للقرآن. يعني هذا القرآن ينبغي أن يفتح، ينبغي أن يتلى. وهذا الأمر الثالث وهو أن الإنسان إذا استمسك بالقرآن نال العلم والحكمة، كما قال الله جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. طيب، هذا العلم وهذه الحكمة من أين تؤخذ؟ طيب، اجلس الآن في بيتك ولا في عملك وفي طريقك لا تفتح هذا القرآن، من أين يأتيك العلم ومن أين تأتيك الحكمة؟ العلم والحكمة هما في كتاب الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث ليعلم الناس العلم والحكمة، فعلمهم كتاب الله جل وعلا وعلمهم الحكمة اللي هي السنة. هذه السنة بدون كلام الله عز وجل أنت لا تعلمها، لابد فتتعلم الكتاب وتتعلم السنة. الله جل وعلا لما يعني امتن بل وذكر نساء النبي أمهات المؤمنين بهذه النعمة العظيمة قال: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من أش الآية الله الحكمة. هل القرآن يعني اذكرنا ما يتلى في بيوتكن، اذكرنا هذه النعمة العظيمة التي خصكن الله عز وجل بها، وهو أنكن تسمعن كلام الله من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما لا ينبغي أن يغيب عن عقل الإنسان وقلبه أن ما في القرآن كله حق. ربما بعد الجلوس الأخيار ربما يستغرب من هذا الكلام، لكن أنا أقول انظر في واقع الناس، لا تنظر في نفسك أنت الآن. ربما إذا كان الله جل وعلا قد من عليك بعلم وحكمة وترى أن ما في القرآن كله حق فغيرك لا يظن هذا. الناس يشككون. الآن صار كلام الله عز وجل يتلى تبركا لا أقل ولا أكثر، لكن من أراد حكما، من أراد موعظة، من أراد أدبا، من أراد خبرا، من أراد أي شيء هو في كلام الله عز وجل. إحنا بطبيعة الحال ما كنتكلموا، كنتكلموا عن الأمور الشرعية، ما كنتكلموا عن الأمور الدنيوية، الأمور التي تفيد والعبد مضطر إليها، تفيده وهو مضطر إليها، هي الأمور الشرعية الدينية. هذه يعني لا مناص أنك ينبغي لك أن ترد معين كتاب الله عز وجل. فما في كتاب الله تعالى كله حق، ليس فيه باطل أصلا. قال الله جل وعلا: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. يعني الآن لما تريد أن تأخذ أحكام الله عز وجل تأخذها على وجه الجد لا على وجه الهزل، أي حكم كما بغي يكون تأخذه من كلام الله عز وجل فهو حق. الآن مثلا على سبيل المثال، ما أكثر همومنا وأحزاننا وآلامنا ومصائبنا حين تذكر العبد بآية واحدة من كلام الله عز وجل، وقد سيقت هذه الآية في سياق الوعد، والله عز وجل لا يخلف وعده. تقول له: ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
هذه شنو كيقولوا فيها النحاة اللغويون؟ كيقولوا في هذه جملة شرقية. ها سمعت لال؟ ها شرطية ماشي شرقية، هذه جملة شرطية. ما معنى جملة شرطية؟ إذا توفر الشرط توفر المشروط، اللي هو الجواب، يسمى جواب الشرط ويسمى جزاء الشرط. إذن إذا حققت التقوى وجد المخرج لا محالة، قد تعلمه وقد لا تعلمه، قد تدركه وقد لا تدركه، قد تحس به وقد لا تحس به، لكن الله جل وعلا وعدك إن حققت التقوى وأتيت بها على وجهها لا بد أن يأتيك المخرج. ومن يتق الله، ولاحظوا بأن في هذه السورة اللي هي سورة الطلاق كرر هذا المعنى 3 مرات، ولكن لكل آية معنى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. مهما وضعت بين عينيك حسابات ووضعت حسبانا وقلت لعله كذا لعله كذا لعله كذا لعله كذا لعله كذا، فيأتيك الفرج من حيث لا تحتسب. لما؟ لأن الله جل وعلا له خزائن السماوات والأرض، لأن الله جل وعلا إنما إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم قال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. بعدما تعسرت عليك الأمور وانغلقت الأبواب وسدت ولم تعد ترى مخرجا، ما ترى إلا العسر إلا الضيق إلا الشدة. ومن يتق الله، أنت الآن النتيجة ليست لك. حنا شنو كيوقع لنا؟ كنبقاو نفكروا في النتيجة وكيفاش غادي تجي وها كيفاش خصها تجي، وكندور كنديروا حنا فرضية بأن الفرج يأتي على صورة كذا يأتي على صورة كذا يأتي على صورة كذا. هذا ليس لك. الذي عليك فعله هو تحقيق التقوى. إن اتقيت الله جعل لك من أمرك يسرا. ثم قال جل وعلا ومن يتق الله يكفر عنه، هذا الجزاء أخروي. في الآيتين أخرين دنيوي صافي. فيجمع الله عز وجل لك بين جزاء الدنيا وجزاء الآخرة. هذه الآيات مثلها قول الله جل وعلا سورة النحل ومن يعمل استغفر الله فلنحيينه وذكر أول آية مشت لي من عمل الصالحة وهو مؤمن. لا من عمل صالحا، جزاك الله خير، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة الطيبة بحالها يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يجعل له من أمره يسرا، فلنحيينه حياة طيبة. هذا الجزاء الدنيوي. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، نكفر عنه سيئاته ونعظم له أجرا. أنت ماذا عليك؟ تقوى الله عز وجل. فقلت اعتقادك بأن ما في القرآن حق لا ينبغي أن يعتريك شك، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا خبر من الله جل وعلا، والخبر كما قال سبحانه وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. قال أهل العلم الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. الله جل وعلا لما قال وكان حقا علينا أي وكان واجبا علينا، هذا حق أوجبه الله على نفسه، ما أوجبه عليه أحد من العالمين.
وأوجبه لأنه الكريم المنان المحسن البر الرحمن الرحيم. صافي؟ وكان حقا علينا نصر المؤمنين. طيب من ينصر الله عز وجل؟ من ينصر؟ أهل الإيمان. ما لكم مخلوعين؟ ينصر أهل الإيمان. طيب إذا تخلف النصر دل هذا ماذا؟ على ضعف الإيمان. طيب النصر شيء يعني لا يعرفه ولا يدركه إلا أهل الإيمان، وكذلك ننجي المؤمنين. ثم قال جل وعلا إن تنصروا الله ينصركم، قال وما النصر إلا من عند الله، إلى غير ذلك. هذه الأخبار كلها تحمل على ماذا؟ تحمل على الصدق وهي حق، وهكذا الأحكام وهكذا غيرها. طيب مما ينبغي الاعتناء به والاهتمام به، وهذا هو الذي يبين صحة علاقتنا بالقرآن، وهو تلاوته. لكن لفظ التلاوة في القرآن تحمل على معنيين. قال الله جل وعلا أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. طيب ماذا تفهمون من هذا المعنى؟ أتل معنى، يلا شنو هما المعنى الأول؟ التلاوة. هذه اللي كيفهموا الناس دابا، قال لك أتل هي تلاوة. لا، لما قلت أنا التلاوة لها معنيان، المعنى الأول مش هو التلاوة، المعنى الأول والقراءة، ولا لا؟ والقراءة يقال لها تلاوة، لكن احنا باش نميزوا ما بين المعنيين، ما نقولوش معنى التلاوة هي التلاوة، كنقول المعنى الأول هو ماذا؟ هو القراءة. وسميت القراءة تلاوة لأن القارئ يتبع الحرف الحرف، والكلمة الكلمة، والآية الآية، والسورة السورة. إنما معنى هو هذا يتضح بذكر المعنى الثاني من معاني التلاوة، وهو الاتباع. فالله جل وعلا لما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم أتل ما أوحي إليك من الكتاب، شامل هذا قراءة، أي قراءة القرآن واتباع القرآن. وهذا هو الكمال، أن تتلو بمعنى أن تقرأ وأن تتبع، لأن قراءتك بدون اتباع هذا نقص وتقصير، تؤجر إن كنت صادقا مخلصا متبعا متبعا تتحل في طريقة تلاوتك وقراءتك، تؤجر على قراءتك. لكن أنت لا تتبع، الله جل وعلا قال واركعوا مع الراكعين، لكن أنت لا تصلي مع الجماعة. الله جل وعلا قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأنت مستطيع ولا تحج. والله جل وعلا قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأنت تشرك بالله إما في القول وإما في الفعل وإما في الاعتقاد في القلب. الله جل وعلا قال وبالوالدين إحسانا، ولكنك لا تحسن إلى والديك. والله جل وعلا قال والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. طيب هذه الصور ذي الإحسان أين هي في واقعك أنت في تعاملك؟ الله جل وعلا قال وقولوا للناس حسنا، لكن أنت ما تقول إلا السيء، إن أنت لست متبعا، أنت تتلو القرآن يعني تقرأه لكن أنت لا تتبعه، إلى غير ذلك. إذن أتلو بمعنى اقرأ واتبع. ولهذا قال جل وعلا الذين يتلونه حق تلاوته، حتى هي يستفاد منها المعنيان، يعني يتلونه حق تلاوته أي يقرؤونه على الوجه الصحيح، يقرؤون بالتجويد، يقرؤون القرآن بإخراج الحروف من مخارجها وإعطائها صفاتها، لا يلعبون بالقرآن، لا يهذه هذ الشعر
ولا ينثروه نثر الدقل كما قال عبد الله ابن مسعود، لا يتخذونه بضاعة. فهو إذا قرأ القرآن قرأه كما أنزل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أمي عبد، وهو عبد الله بن مسعود. وهذه القراءة سنة كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال: القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول. وهذه من هذه الصورة مما ميز هذه الأمة. الأمة عندها عدة مميزات تميزت بها عن سائر الأمم، منها أنها تأخذ هذا القرآن، يعني يأخذه جيل عن جيل، ولا لا؟ هذا القرآن ما فيش انقطاع. ولهذا الآن في يعني في كل البلدان الإسلامية عربها وعجمها القرآن يأخذه جيل عن جيل، حتى لو كان في مكان معين مثلا انقطع، لكن لا ينقطع في كل الأماكن. قد مثلا يتسلط الأعداء في بلد معين، كما وقع مثلا في الجمهورية ديال الاتحاد السوفيتي لما حكمت الشيوعية، يعني وقتلوا المسلمين، صار المسلمين يعني يختبئون، حتى منهم كان إذا أراد أن يقرأ القرآن دخل كهفا وأغلق عليه وقرأ القرآن ثم خرج. وثبت أنهم كانوا يتهادون مصحفا، مصحف عندهم كيقرأ فيه واحد، ولما كيبغي يعطيه لشي واحد كيبتخبيعه، لأنه إذا رآه الشيوعيون قتلوه. لكن مع ذلك من قطع سند القراءة، من قطع ولا ينقطع إلى يوم القيامة، لأن هذا الكتاب من صفات التواتر. إذن القراءة ما يمكنش مثلا تلقى واحد الجيل إلا إذا كان هذا في آخر الزمن اللي هما شرار الناس، هذا صافي ما يبقى عندهم لا دين ولا شيء، هذو هما اللي ما غيلقاش اللي غادي يعلمهم القرآن. إذن أنت ينبغي أن تقرأ القرآن كما أنزل بقواعده، هذه القواعد اللي سطرها العلماء وألفوا فيها مئات الكتب ما بين منظوم ومنثور. لكن لا يكن همك وغرضك هو التجويد، اللي هو النغمات وهو فقط تحسين الصوت، ما يكونش الهدف. هذا شيء جميل وطيب، ولكن ما يكونش الهدف ديالك هو هذا، أن يكون هدفك الأسمع هو العمل بالقرآن. وهذا هو حقيقة التلاوة، الذين يتلونه حق تلاوته، يقرؤونه قراءة حسنة، ويتبعونه اتباعا حسنا. طيب، القيام به، إن هذا القرآن لا تقرأه فقط في النهار. ولهذا لما احنا بدينا في أول مسألة اللي ذكر الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذا في سورة المزمل. أول ما خوطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات، وحتى لا يخفى عن جميل وشريف علمكم أن سورة المزمل مكية أم مدنية؟ مكية. لكن لاحظوا بما افتتحت هذه السورة، هي والمدثر. وإن كان سورة المزمل كلها مكية إلا آخرها: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه. هذه آيات مدنية نزلت في المدينة، ما نزلت في مكة. لكن يا أيها المزمل إلى هذه الآيات كلها مكية. وهذا كان في بداية الدعوة، مازال أن الله أوحي إليه بعد إقرأ. قال الله جل وعلا: يا أيها المزمل قم. يعني المزمل، ما هو المزمل؟ أصلها شنو؟ المتزمل، فأدغمت التاء فش في الزاي لأنها من الحروف المتجانسة. يا أيها المزمل، يا أيها المتزمل،
يا أيها المدثر، يا أيها المتدثر، هذا كيتسمى الإدغام الكبير، اللي هو حركة في حركة، والإدغام الصغير هو اللي كيكون سكون في حركة. طيب، يعني ما معنى المزمل؟ هو نفس معنى المدثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل هرع إلى خديجة رضي الله تعالى عنها فقال في القصة الأولى: زملوني، أي غطوني، دثروني. فجت صورة اسمتها المزمل وصورة اسمتها المدثر، وكلاهما بمعنى. طيب، نرجع للمزمل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وهذه الآيات جمعت بين العلم والعمل، وقلت مناسبة هذه الآيات بأن مما يعين العبد في دعوته، لأن الآن النبي صلى الله عليه وسلم بعد منهجت إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، بمعنى خصك تستعد، ولكي تجد قوة واستعدادا ماذا عليك؟ قم الليل إلا قليلا، نصفه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك قيام الليل، بل كان قيام الليل في حقه واجبا، بخلاف الأمة فهو من السنن المؤكدة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: قيام الليل شرف المسلم، أو شرف المؤمن، شرف المؤمن عفوا، شرف المؤمن قيامه بالليل، بمعنى متى يبين شرفك وعزك وقيمتك وتعلو منزلتك؟ إذا جعلت لي في ليلك نصيبا لربك جل وعلا، وخصوصا آخر الليل. فلهذا يعني من الأشياء التي تبين علاقة الإنسان بالقرآن هو قيامه بالليل. إذا كان الإنسان ينام الليل كله ولا يستيقظ، طيب أين موقع القرآن أو وقع القرآن في قلبك؟ أين؟ إن لم تقم ولو مرة في الليل، كما قال عليه الصلاة والسلام في إحدى الأحاديث، يعني يصلي العبد ركعتين يتملق بهما ربه. هذا يبين لك على أنك استفدت من القرآن. طيب، نحاول نختصر باش ننهي هذه. طيب، ومما يتعلق بعلاقتنا بالقرآن، وهذا الآن تراه في مجالسنا، وهو الإنصات والاستماع. طيب، الله جل وعلا يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. طيب، الآن نحن الآن في مجالسنا، أنتم الجواب لكم، في مجالسنا إذا قرئ القرآن كيف نتفاعل نحن مع القرآن؟ الله جل وعلا يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إيش بان لكم؟ ها؟ هل ناعس؟ ها؟ كتلقى الناس مثلا في مناسبة كيكونوا كيهضروا ويتكلموا ويضحكوا وينشطوا، وحش كنقول ما دام الحمد لله هذا المجلس حتى لا نكتم من الغافلين، تفضل اقرأ علينا آية. يلا كيبدأ القارئ يقرأ، والناس كيجيو الناس صافي. وبعض الناس يصيبهم الملل حتى كيبقى يشوف ويدير هاه. طيب، الحال هذا إذا كان كلام الله يتلى على وجهي، أما إذا كان شي قراءة خلاص ما فيها 100 شفرة ما كنتكلموا عليها، ذاك راه خصو يسكت ولا يسكتوا الناس. كنقولوا حنا قراءة الحمد لله بقواعد، عاد خلي الناس عاود اللي كينشطوا مع القرآن، ها؟ على الآليين هما اللي جالسين
هذوك خلاص كلام اخر عاود. اذا كيف تتعامل مع القران اذا تلي واذا قرئ؟ بالاستماع والانصات، لان هذا الذي يثمر لك العلم. الا كنت كتعيش مع النغمات، وهذا خلاص دابا عاود كلام بوحده باب، الا جبناه ما غاديش. يعني بعض الناس مثلا لما يتتبعون بعض الائمه، تقدر كاع تسولو باش قرا هذا الامام، يقول لك، ولكن كيقول لك تبارك الله داك الشيء عنده زين ما شاء الله. هو ما عايش مع الكلام، ماش عايش، عايش مع الصوت، مع الميزان الصوتي، الميزان الموسيقي اللي عايش معاه، ما عايش هو مع القران. بالتالي قلت لك ربما تقول له باش قرا ما يعرفش. هذا يقع موجود الان. هذا الشيء نذكره لانه حقائق القران غابت عنا احنا في واقعنا وفي حياتنا، غابت حقائق القران. يعني شنو المطلوب مننا احنا امام القران؟ ما الواجب فعله؟ هذه حقائق غابت علينا احنا. ولا القران عندنا احنا مظاهر، عاد الذي يقرؤون على الاموات هذوك بوحدهم. كتقول لي دابا انت هذا القران واش انزل للاموات ولا انزل للاحياء؟ راه القران انزل للاحياء، اما الميت فلا ينتفع اصلا، لا ينتفع لا من قريب ولا من بعيد. باش كتشوف الواقع ديالنا واقع مر. هذا القران اللي خصو يكون في حياه الناس ظاهر وقائم غير موجود. فإذا الواجب هو الاستماع والإنصات. طيب، إذا تلا القرآن الإنسان وإذا استمع إليه وأنصت إليه، هنا كتجي واحد الثمرة اللي هي غائبة الآن عندنا، وهي ثمرة التدبر. وهذه كانت عند كفار قريش، والله تعالى لما ذمهم قال لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. يعني شنو معناتها لهم آذان لا يسمعون بها؟ واش كانوا طرش ما كيسمعوش؟ لا كيسمعوا، وكيسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم كيقرا. بل هما كانوا دايرين كما قالوا، قالوا في آذاننا وقر ياك، وبيننا وبينك حجاب. حتى قالوا، قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد ان يقرأ، يبدأ القراءة، شنو كانوا كيقولوا الكفار؟ غوتوا، نوضوا الطشاش، نوضوا الصلع. علاش؟ لأنه ذاك الكلام إذا وقع في القلب أثمر الهداية، وهم ما بغاوش هذا الشيء. دابا احنا لسنا كفارا والحمد لله، احنا مسلمون ونستمع للقرآن، لكن لا نستمع بقلوبنا. لذلك لا ننتفع، وبالتالي لا نقف عند معاني القرآن. ولهذا الله جل وعلا عاب على الذين لا يتدبرون القرآن، قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يعني هذه القلوب أقفلت وسدت ولم يعد هناك منفذ للهداية. لما لا تفتح قلبك عند سماع القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلم يدبروا القول، اللي هو القرآن. من الأمور المتعلقة أو التي تغيب عفوا في حياتنا هو عدم الأخذ به والعمل به. ربما تستمع، وربما تقرأ، وربما تفهم، ولكنك لا تعمل. وهذا خلل، وهذا الآن واقعنا الحال، وهذا فيه شبه باليهود عليهم لعائن الله، الذين علموا ولم يعملوا. طيب، أنت الآن إذا كنت تعلم ولا تعمل، فالله جل وعلا أنكر على الذين يعلمون ولا يعملون، وأنكر على الذين يعملون بالعلم، وأثنى على الذين يعلمون ويعملون. طيب،
من المظاهر التي هي في حقيقة خلل، وهو أن الإنسان يأخذ من كلام الله جل وعلا ما يشتهي، وهذا كذلك فيه شبه باليهود. إن الله جل وعلا قال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا الآية. طيب، هذا القرآن يخاطبك، كله يخاطبك، فأنت تأخذ أي شيء جاء به القرآن دقيقا جليلا عظيما كيفما كان نوعه، لا تفرق، كما قال الله جل وعلا: لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين شيء من كلامه، فالكل كلام الله جل وعلا، فإن كان خبرا نصدقه، وإن كان أمرا نفعله، وإن كان نهيا نجتنبه. طيب، من آخر شيء، وهو الدعوة إلى هذا المنهاج، إلى هذا القرآن. طيب، أنت إذا كنت تستمع، وإذا كنت تقرأ، وإذا كنت تفهم وتتدبر وتعلم، بقي لك شيء أخير، وهو أن تدعو إلى هذا القرآن، أن تعلم هذا القرآن، أن تعلم لفظه وتعلم معناه، وأن تعلم أحكامه للناس، فتكون وارثا للنبي صلى الله عليه وسلم، فتنال هذا الشرف، كما قال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. ولا بد أن يكون لك نصيب من هذا الإرث، ولا ترضى بالدون، ولا ترضى بالدون، ده بالميراث الدنيوي. يك الناس حين يهلك لهالك، الورثة يرثون، هذا يرث بالفرض، وهذا يرث بالتعصيب، هذا يرث السدس، وهذا يرث النصف، وهذا يرث الثلثين مثلا، وهذا يرث الثمن، وهذا يرث الربع، إلى غيره. مهم استدي الفروضية اللي كاين، حتى أنت في العلم قد تكون من أهل الفرض وقد تكون من أهل التعصيب. أهل التعصيب هم اللي إلى شرط شي حاجة كياخذوها، ياك فاهمين هذا المثال؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. ألحقوا الفرائض بأهلها، هم الأول، أعطيوا أصحاب الفرائض. بعض الناس كيشط ليه بزاف، وبعض الناس كيشط ليه شوية، وبعض الناس ما كيشط ليه والو. فأنت لا بد أن يكون، يعني تسعى أن يكون لك نصيب من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت لك: ولا ترضى بالدون، ما تقولش وبارك على الحمد لله رحنا خذينا هذا البركة، الله يجعل شي بركة. مثلا بعض الناس مثلا كيقول لك: راه حفظت جوج الأحزاب، بركة عليا مثلا، ولا حفظت خمسة، ولا حفظت مثلا عشرة، لا لا ترضى بالدون، ولا حفظت 100 حديث، الله يجعل شي بركة. لا، إذ وقل ربي زدني، وقل ربي زدني علما. إذ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.